السلام عليكم. مايكروسوفت أعلنت عن فشل ويندوز 8. في الحقيقة خبر أصدمني، وأعتقد كذلك أن حتى أنها شبهت الخسارة فشل ويندوز 8 بويندوز فيستا. لكن في الحقيقة أعتقد أن ويندوز 8 هو نظام ناجح، ومايكروسوفت عندما تحدثت عن الفشل يمكن أن الفشل كان فقط من ناحية تسويقية لويندوز 8. بالإضافة أن عندما نشبه فشل ويندوز 8 بويندوز فيستا فلا يمكن أن نشبه الفشل من الناحية التقنية، لأن ويندوز فيستا أعتقد أنه كان نظام فاشل جدا، مشاكله التقنية كثيرة. إذا كنت من مستعملي ويندوز فيستا حتما ستتذكر معي مشكلة الشاشة الزرقاء التي كانت تظهر بشكل متكرر، بالإضافة إلى عدة مشاكل أخرى دون الحديث عن المشكل التسويقي. أما فيما يخص ويندوز 8 أعتقد أن الفشل تحدد في 3 نقاط. أولا التسويق، لأن عندما نتحدث عن التسويق يعني الأشخاص الذين يقومون بشراء النسخ، الأشخاص الذين يقومون بشراء النسخ نوعا ما هم أشخاص، هم شركات، أولا شركات يعمل فيها موظفين ومعتادون على أنظمة التشغيل، لأن الموظفين ليسوا بمهووسي حاسوب، الموظف ليس يعني مستعملين عاديين للحاسوب. بالتالي فعندما الموظفين أو الشركات تشتري نسخة ويندوز 8 تثبت على أنظمة على 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 الحاسوب، نظام تشغيل ويندوز 8 نوعا ما التعامل مع النظام، وهي نقطة أخرى يعني اعتقد انها سببت في فشل ويندوز 8، ان التعامل مع النظام نوعا ما مختلف عن نظام ويندوز 7 او ويندوز اكس بي، رغم انه متشابه مع ويندوز 7 الا ان نوعا ما النظام يعني نظام ويندوز 8 قد سبق الاوان. طبعا لن اتحدث في هذا المقال، النقطة سأتركها كنقطة ثانية، اتحدث عن النقطة الأولى فقط وأركز على التسويق. فقلت أن التسويق الذين يشترون النسخ هم مستخدمون عاديون لأنظمة التشغيل، فبالتالي ويندوز 8 يعني الشكل الجديد لويندوز 8 وطريقة الجديدة للتعامل مع ويندوز 8 جعلت أن المعظم لم يعني يرق له ويندوز 8، ففقط لهذا يمكن أن العديد قام بإزالته وتثبيت أو الرجوع إلى النسخ القديمة. وعندما كذلك نتحدث عن المسألة التسويقية، يعني الأشخاص القادرون، النسبة الكبيرة من الأشخاص القادرون على شراء النسخة هم الأشخاص الموظفون أي المستخدمون العاديون، قليل يعني نوعا ما ستجد مهووسين يشترون نسخ. أما النقطة الأخرى وهي النقطة التي كنت سأشير إليها، وهي أعتقد أن ويندوز 8 سبق الأوان. كيف ذلك؟ فأولا يعني إذا ما لاحظتم أن ويندوز 8 أغلب يعني لكي تستفيد منه بنسبة 100% يجب أن يكون لديك حاسوب يعني يتوفر على شاشة لمس، الأمر الذي يعني يغيب على الكثير من الحواسيب. نعم، من خلال أو من حيث نقطة البرفورمانس، نعم ويندوز 8 يمكن أن يعمل على الحواسيب التي تشغل ويندوز 7 بدون مشاكل، ولكن لكي تستفيد من ويندوز 8 بشكل أكبر ولكي تستطيع أن تلمس قوته فيجب أن تكون لديك شاشة لمس، وبالتالي فعدة الحواسيب التي تتوفر على شاشة لمس، وكذلك هو نوعا ما يعني قريب من التابلتس، يعني التابلت أو مثلا مايكروسوفت سيرفيس يعمل عليها ويندوز 8 بشكل رائع جدا. فأعتقد أن ويندوز 8 يعني طرح قبل الأوان، كان على أعتقد أن كان أن تطرح حواسيب، أن تتواجد حواسيب بشاشة لمس قبل أن يطرح يعني تتواجد بكثرة، يصبح عادي اللمس في الحاسوب بشكل عادي. يعني لن أقول أنه لا توجد حواسيب بشاشة لمس، هي توجد ومن من من عهد ويندوز إكس بي، ولكن يعني ليست بكثرة وتمنوا أنا وعن ما ليس كما تمن الحواسيب العادية. فأعتقد أن ويندوز 8 طرح قبل الأول. كذلك مشكلة يعني كما وهي كانت النقطة الثانية التي يعني النقطة الثانية التي أدخلتها في النقطة الأولى، وهي التعامل مع النظام المختلف جدا الذي لم يستزغ له أو الذي لم يرق للعديد، بالإضافة إلى التوافق. فالمشكلة الأخرى التي تخبطت فيها مايكروسوفت فور الإعلان الرسمي عن نسخة ويندوز 8 وهي التوافق. المشكلة أن العديد من الأشخاص الذين يستخدمون يعني تعريف يعني أجهزة أو يعني إكسسوارات للحاسوب وجدوا مشكلة في التعريف،
يعني مثلا اما تجد ان الفأرة لا تعمل او الجرافيك كارد مشاكل في الواجهة في الكروت الرسومية، يعني مشكلة توافق. وطبعا عندما نتحدث عن مشكلة توافق، المشكلة هنا ليست مشكلة مايكروسوفت، المشكلة هي مشكلة الشركات التي تقوم بصناعة او بانتاج مثلا قطع الجهاز. اتحدث هنا مثلا عن كروت الشاشة، فاتي او انفيديا هي المسؤولة عن طرح تحديد يتوافق مع 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 مع, مع, مع ويندوز 8، وبالتالي عدم طرح هذه التحديثات سبب كذلك في ضجر الناس، لان في الحقيقه الاسبوع الاتهام عندما تجد عدم توافق برنامج مع ويندوز 8 راه الاسبوع الاتهام لا توجه الى الشركه المصنعه مثلا للواجهه الرسوميه، راه توجه الى مايكروسوفت، يقول لك انه نظام غبي لا يتعرف على الجرافيك كارد او شيء من هذا. فبالتالي اعتقد ان هذه النقاط او الثلاث نقاط هي السبب الرئيسي في 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 فشل ويندوز 8، رغم انني لا اعتبره فشل. استخدم نظام ويندوز 8 كنظام تشغيل رئيسي، يمكن انكم لاحظتموه في شروحاتي، لم اجد اي مشاكل مع هذا النظام تقنيا كذلك، في يعني تقنيا ويعني حتى عندما نتحدث تقنيا يعني الحماية في ويندوز 8 ارفع من او احسن من ويندوز 7، يعني إدارة الموارد احسن من ويندوز 7. فاعتقد ان المشكلة تتلخص فقط في الثلاث نقاط، وانتظر كذلك يعني رأيك، يعني اذا كانت لديك اي نقطة تعتقد انها سببت في فشل ويندوز 8 يمكن ان تضيفها، يمكن ان نتشاركها ونتناقش فيها.